طبعا معانا كابتن سامي قمصان كمان، نبارك له ونبارك لياسر ولمحمد شريف. كابتن سامي، يعني الف مبروك، انجاز جديد بيضاف لكل البطولات للنادي الاهلي والانجازات الكتير اللي على مدار تاريخ النادي الاهلي. حابب تقول ايه في اللحظات السعيده دي؟ اولا طبعا حابب اشكر طبعا جمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه، الجهاز الفني والاداري والطبي وكل الناس اللي شاركت في الانجاز دوت. ميداليه غاليه جدا علينا، ونوعد جمهور النادي الاهلي دايما بمزيد من البطولات، مزيد من الانجازات ان شاء الله. خلي بالك برضو ان دي اول مره الجيل ده يشارك في بطوله قاريه كبيره زي ديت يعني، فاعتقد ان شاء الله يكتسب خبرات كتيره، وان شاء الله البطوله الجايه ان شاء الله نوعد جمهور النادي الاهلي نوصل لابعد من اللي احنا وصلنا له ان شاء الله باذن الله. جهزتوا ازاي لمباراه النهارده تحديدا، وبعد مجهود بدني كبير كان في مباراه البايرن، فرقه قويه جدا كمان بدنيا؟ خلينا برضو نتفق ان احنا بعد ماتش بايرن كان في طبعا حاله من الاحباط شويه، لان اللعيبه كانت عامله مجهود بدني كبير جدا والناس كان طموحها كبير شويه، لكن اعتقد الحمد لله ان احنا عدينا نفسيا كويس، والراجل اشتغل نفسيا كويس مع اللعيبه وقدر يفصل كويس، وكان برضو فرقت معنا جدا الجلسه مع كابتن خطيب برضو والدوافع اللي اداها اللعيبه وتصميم لعيبه النادي الاهلي وشخصيتهم ان هم بيقدروا يفصلوا ازاي ويقدروا يتحولوا ازاي من بطوله لبطوله ومن مباراه لمباراه. فالحمد لله بشكر اللعيبه على المجهود دوت، وان شاء الله مزيد من البطولات باذن الله الفتره الجايه. مبروك يا كابتن سامي، مبروك. لسه معانا